عندي الرز البسمتي هعمله زي ما انا عملت الرز معاكم في اول الحلقه، بس يبقى رز بسمتي وبيتغسل غسلتين ثلاثه الاول قبل ما ايه ما احطه. تعالوا نشوف بقيه المقادير للوصفه. عندي الجزر، الجزر هجيبه يكون مبشور. عندنا البصل الاخضر، الفلفل الالوان، الكاتشب، الزبده، الصويا صوص، والبيض، سويت تشيلي، وبقدونس وكزبره. بدل السويت تشيلي ممكن احط هوت صوص، برده مش هيقول لي لا. تعالوا نشوف ايه اللي انا هعمله هنا. البيض، بصوا دي زي يعني وصفه اسيوي، اوكي، فبيستخدموا دايما البيض في وصفاتهم. دي ممكن انا احطها او اشيلها، بس هي بتطلع حلوه جدا جدا، وانا عايزه النهارده اعملها معاكم طريقه جميله. تعالوا بس ايه نشوف كده مع بعض. اهو بقلب البيض بتاعي وهعمل بيض اوملات او مقلب زي ما نحب. كده كده بيتقطع صغير قوي قوي في الاخر، فمش بتفرق قوي. اهو هحط هنا الزيت كده، وهجيب البيض هقوم منزلاه يبقى اقليه يعني. كده وبديله رشة بسيطة قوي من الفلفل. اهو كده عندي جهز. تعالوا بقى هنا نشوف. بصوا بقى حطيت كده، هحط البصل الاخضر بتاعي. يلا بينا. دي بتبقى بقى وصفة فعلا جميلة جدا. وبحط الجزر، شوفوا الجمال، والفلفل الملون. اهو شايفين ازاي، مع الخضرة رشة بسيطة من الخضرة كده، شوفوا الجمال. وايه نقوم مقلبينهم مع بعض كويس قوي. اجيب هنا دي معايا عشان تكفي الرز برضو. يلا كده، وايه هسيبه بقى ياخد تشويحة حلوة. اهو رشة بسيطة من الزيت. الخضار ريحته بقت حلوه قوي قوي قوي. يلا بينا نحط بقى الرز بتاعنا. اهو رز ابيض كده، ونحط بقى. يلا ايوه، مش قادره اقول لكم الجمال وطعمه قد ايه، هيعجبكم جدا جدا جدا. اهو كده وزي ما اتفقنا ممكن ما نحطش البيض فيه، بس بيطلع حلو جدا، جربوه. وايه اقلبه كويس قوي قوي قوي. بصوا الجمال، مش عايزه احكي لكم الاكله دي في المطاعم عامله ازاي، رقم واحد. اهو كده، في ناس بقى بتحبه كده من غير الاضافه اللي انا هضيفها، وفي ناس بتحبه زي بالظبط ما الكتاب بيقول. انا دلوقتي هحط هنا بقى الصويا صوص، اوكي، وهحط السويت تشيلي او شويه شطه بسيطه، مع معلقه صغيره جدا من الكاتشب. وايه هنقلبهم مع بعض كده. اهو.